بداية اسمحوا لي أن أشكر جميع المشاركين في هذه التظاهرة لتشريفهم لنا بحضورهم في مراكش. الشكر موصول كذلك لجميع شركائنا والدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها وتعاطفها مع بلادنا إثر الزلزال الذي شهده إقليم الحوز يوم 8 سبتمبر 2023 مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدة أقاليم من المملكة. وأود أيضا أن أعرب عن الامتنان الجزيل للمملكة المغربية لصندوق الدولي والبنك الدولي على الثقة ودعم المملكة لا سيما بعد قرارنا الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش وفي موعدها المحدد. البار عزيز نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان الغرفة الأولى، حقا تجاوب من الأسئلة ديالكم، يعني حضرت في بعض تجمع بعض الاجتماعات والخلاصة اللي تيجيو بها بأن كيفاش غادي يتعاملوا مع الدول خاصة اللي في طريق النمو، يعني خصهم ثلاثة ديال تريليار ديال الدولار، وهاد ثلاثة ديال تريليار ديال الدولار كي غادي، يعني أولا خص الدول تكون عندها ثقة في النفس، ثقة في الرسوم زمان، وثقة في المعاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ديالها. إذا كانت تيمكن لها هي داك الدول تمشي راسها، وبتمشي ديالها تيمكن داك القروض ديالها طبقا يعني للروتور اللي غادي يمكن لهم يعطيو الثقة ديال النفس والمعاملة ديال داك الدول في طريق النمو، كي غادي يمكن لهم ياخذوا داك القروض. وهذا يعني تيديروا دراسات يعني مدققة باش يمكن لهم يعاونوا. وحقيقة المغرب من أوائل الدول اللي هي كيديبل يعني في المعاملة الاقتصادية والاجتماعية المعترف بها عالميا، زائد المغرب الدولة من الدول اللي دائما كانت كيديب يعني في الالتزامات ديالها ديال القروض، وفي الالتزامات ديالها بأن جدك القروض المعاملات الاقتصادية والتجارية مصوبة من أجل الاستثمار، وذاك الاستثمار اللي هو عامة استثمار عمومي وعطى الأكلة ديالو حتى في استثمار الخواص، على سبيل المثال يعني الشركات الكبرى يعني كالسيارات صنع اليوم حتى 60% ديال الطائرات، اليوم الانرجي رونوفلا معترف به عالميا، الكابل اللي داروا مع انجلترا في نطاق البريكس واخا انجلترا ما بقاش يعني في البريكس، السياسة الاقتصادية التاريخية ديال المغرب اللي هانتوما غادي تمشيو تشوفوا البافيون ديال المغرب اللي هو تيبدا من لي ديناستي حتى تنوصلوا للديناستي ديال العلويين من 1664 الى اليوم 2023 بليموني ديالهم، وحتى هاد البافيون اللي دايرين ودايرين واحد النوع ديال التقسيم ديال البافيون يعني حتى بجرادي باش يبينوا حتى بان المغرب راه هادو لا داريكولتور كما قلت لهم انا شخصيا، يعني جل الاجانب اللي قبل ما يجيو المغرب تيحسبوا بان المغرب راه غير صحاري وكاصبه وكذا، مي تيجيو تيتفاجئوا تيصيبوا المغرب يعني دوله ديال لي 4 سيزون، يعني فيها الثلج فيها البؤر فيها المياه فيها لي مونطان فيها الجبال، يعني وعاد المدن التاريخيه والمدن الثقافيه. اذا ميت تنرجعوا الامور الثقافيه وتنرجعوا يعني الدوله العلويه من كما قلت لهم هذا واقع معترف به عالميا، يعني بدا بسياسه لي باراج. سياسه لي باراج هي الماء، وتنرجعوا للحسن الثاني الله يرحمه ملي كان دارت مع سي جواب ان سانكلير، لما خانتش الذكيه في عام 1982 لان كان سنه من سنه اقتصاديه اللي يعني كانت ازمه اقتصاديه عالميه، قالت له كومون سافي بان المغرب ما عنده لا غاز لا بترول وغادي، قالت له اذا معكم لا بركه، ولكن جواب ديالو علاش ما خرجوش بترول؟ قال لها بان في ذاك الوقت الماء غادي يجي الوقت ديالو غادي يجي اهم من البترول وغادي كذا، اذا السياسه الرشيده ديال 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 الدوله العلويه يعني كانت مبازية على لي باراج. اذا لي باراج مقارنة بعد يعني الجيران اللي مشاو هما تيطبقوا السياسة يعني ديال ما نقولش الالكترونيك ولكن الصناعة الثقيلة، ولكن الصناعة الثقيلة تجي خصها تمشي اي صناعة اقتصادي يمشي بحال ام بي بي يعني تدريجيا. اذا السياسة ديال المغرب هي اللي عطات النقطة ديال النجاح ديال المغرب، سياسة الباراج اللي هي الفيلة. عامين تيجيو داك الاجانب تيحسبوا غير الصحاري تيسيبوا المغرب
من اوائل يعني التصدير ديالهم هو يعني الفواكه الخضار، يعني مشى الامور ديال الفلاحه ودابا خدام في امور الدات. ملي مشينا حتى دابا اليوم حتى يعني الحداثه في نطاق التطبيق ديجيتاليزاسيون، لان هي العولمه ديال اليوم اللي يمكنش كذا، من اوائل يعني العقل ديال المغرب وللاسف البعض فيهم دابا تيهاجروا، وهو تطبيق الشباب ديال الحداثه اللي معترف بهم من اوائل الناس وقاتقه المغرب او خليج المغرب، من اوائل الناس اللي تينجحوا في هذه الامور. اذا المغرب هو غادي تف امور الحداثه، وفي هذا النطاق هذا مثلا جو لي باراج ونجو دابا اليوم اللي وصلنا وصلنا اليوم، دونك المغرب غادي في الماء وغادي في امور ديال السياسه ديال الماء، وهذه من النقاط الاساسيه اللي اليوم هذه الاجتماعات يعني حول الماء، حول يعني الاقتصاد العالمي، حول يعني المناخ، تغيرات المناخ العالميه، لانه هو السؤال ديال اليوم هو لا باز لي بوان نوار اللي عليها يمكن يتبازا الاقتصاد العالمي ديال اليوم وديال غدا اللي هو دابا اليوم. اليوم تيعترفوا بان المغرب يعني من اوائل الدول اللي خرجت في امور كوفيد، كوفيد هي الدوله الاولى اللي خرجت يعني وبهرت العالم باسره بشهاده بعض الدول حتى واشنطن بوست يعني من بعد اليوم. اليوم هذا هما دابا حتى هاد المؤتمر يعني كان ربما تيقولوا ربما نظرا للمشاكل اللي كذا المغرب هو في نطاق يعني هذا المشكل العويص اللي هو طبيعي ديال الزنزال اللي وقع ديال الحوز، وللاسف يعني هذا اسف معترف به، ولكن اليوم المغرب بما اعتراف العالم باسره يعني ما احتاجش بعض الاعانات ديال بعض الدول، لان ربما تلجوا بعض داك الدول اللي تيقولوا ربما كانوا بغاو يجيو ما عندهمش الطرق التقليديه والواقعيه ديال داك الجبال وديك كل باش يخرجوا من الازمه. اذا المغرب ها هو خرج كوفيد، خرج دابا في الزلزال، اليوم هذا المؤتمر لان كانوا ربما تيقولوا بعض التشكيكات هو، اذا هذا الخروج وتطبيق هذا المؤتمر عطى واحد الاكله جد 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 هائله للعالم باسره، لان بان المغرب دوله يعني ديال التضامن ديال 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 الالتزام، يعني من ذاك المواطن الصغير واحد الدري صغير عنده 100 درهم قال لهم هذه 100 درهم اللي عندي سيفينغ ديال الاسبوع ديالي ولا ديال الشهر انا تنهديها. اذا هذا اعتراف دابا هما كلهم تيعترفوا وتيقول لك المغاربه من اطيب خلق الله، والمغاربه يعني وهذا واقع لان حنا تنعرفوا حتى في الامور العامه وحتى في السياسه بالتزامات ديال الامور اللي كذا تيلتزموا في شي جهه من جهه الطريقه من الطرق، اذا الالتزام ديال المغاربه. اذا هنا هذا المؤتمر اللي هو خرج الوجود ودابا كاين عطى واحد الثقه وتاكيد ديال المغرب بان دوله امنه ومؤمنه ديال التضامن والتفاهم. وبالتالي اكبر نتيجه ناقشنا ولله الحمد يعني بالكاف لاكوب ديال افريقيا اليوم بلاكوب مونديال 2030. وشخصيا بكل تواضع يعني قلتها في الديجان ديال الماليه بليزيور فوا سي القجع، قلت لها سي القجع راه الله تيرجع لسيدنا نصر الله والعمل الدؤوب وبان غادي ناخذوا 2030. وشلتها لان قلت لهم ذاك الساعات كانت الدوله الوحيده اللي كان المنافس هو السعوديه، والسعوديه يعني غتكون الدول ديال اوروبا مع اسبانيا والبرتغال، اذن اوروبا غادي يصوتوا على المغرب، زائد يعني الدول الافريقيه معنا امريكا وبعض الدول الاخرين حتى هي معنا، زائد دول امريكا اللاتينيه افريقيا بشبه الجماع. اذا اليوم اللي سحبت حتى السعوديه يعني بكذا، اذا قبل تم السحب ديال السعوديه بان كانت معروف من تاكيد بان مليار في المئه غادي ياخذ. انا اليوم فرح كبير وهذا الشيء كله تيرجع لفضل الله وسيدنا نصر الله يعني والطريقه الرشيده ديال التعليمات اللي تطبق من نطاق الحكومه عن طريق وزاره الخارجيه وعن طريق وزاره الماليه اللي سيرجع افكتيفمون الى في لو ماكسيموم اي طون تران دو فير لو ماكسيموم يعني وتطبيقا للتعليمات ديال سيدنا. واليوم باعتراف العالم باسره بان المغرب من اوائل الدول اللي هي بوابه افريقيا بوابه اوروبا، يعني اللي بغى يتعامل مع افريقيا وافريقيا هي المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ديال العالم باسره خصو يتعامل مع المغرب، والمغرب هي بوابه الدول الافريقيه واوروبا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.